بسبب جائحة كورونا التي ضربت معظم دول العالم ومنها العراق، توقفت حركة القطارات لمدة 6 أشهر بسبب هذه الجائحة. في السابق كانت القطارات هي الوسيلة الجيدة والمناسبة والآمنة لنقل المسافرين من بغداد إلى البصرة ومن البصرة إلى بغداد مروراً بكثير من المحافظات. الآن والحمد لله وبعد إزالة هذه شيئاً فشيئاً هذه الجائحة بنسبة كبيرة، عادت الشركة العامة لسكك حديد العراق بتسير تلك القطارات لنفس المحافظات من بغداد إلى البصرة مروراً بالحلة والديوانية والسماوة والناصرية إلى البصرة، ومن البصرة مروراً بالناصرية والسماوة والديوانية والحلة وبغداد. والحمد لله كثير من المواطنين قد فرحوا بهذا الخبر وبهذه العودة، وأكثرهم الآن بدأوا بالحجز على تلك القطارات، وحتى سمعنا إشارة أنه في محطة قطار البصرة الآن هناك زخم كبير للعودة من المواطنين لركوب تلك القطارات الآمنة ووصولهم إلى بغداد بسلام. ونحن كذلك كسواق قطارات قمنا بتعفير تلك القطارات والمسافرين وتعفير أنفسنا شخصياً، وذلك حفاظا على أنفسنا وعلى المواطنين من تلك الجائحة. لا شك أن النقل بشكل عام والسكك بشكل خاص هي تمثل، السكك تمثل الشريان الأكبر والأساسي في عمليات النقل، والقطارات حقيقة تقوم بمسؤولياتها وتقوم بخدمات كبيرة على مستوى نقل المسافرين الكرام. يعني العراقيين وكل شعوب العالم يحبذون السفر عبر القطار، خاصة العائلة العراقية. أولا أجور زهيدة، ثانياً القطار هو آمن، وثالثا أنه المسافر يتمتع بهذه الرحلة ويجد داخل القطارات احنا موفرين خدمات يعني كبيرة وخدمات الحقيقة نوعية.